يوم 22/8/2024 ونحن نائمون في منتصف الليل تفاجأنا من انذار تقصف في الساعة 2:30 صباحا، وقد ارتقى في هذا القصف ابني وفلذة كبدي الوحيد شهاد إبراهيم سلمان، فهذا ابني ولد وحيدا ولن يبقى لي سواه. لماذا يقتل؟ لماذا يقتل ونحن في حاجة بأمس الحاجة له الآن بعد 19 عاما من تربيتي؟ الآن فقدته في غمضة عين. أي ما هي الجريمة التي ارتكبها طفلا 19 عام يعد طفلا؟ ما هذا الجرم الذي ارتكبه حتى تقصف عليه البيت؟ رسالة ثناء إلى كل العالم. الحرب أكلت الأخضر واليابس، أكلت كل حاجة عندنا، فيجب علي أن تقف. أوقفوا هذا الحرب، أوقفوا نزيف الدم. هذه مش حرب، هذه إبادة جماعية. صاروخ ينزل عذار، الله أكبر، صاروخ يقسم مربع. إيش 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 الحرب هذه؟ الحرب من بعث من جيوش، جيش قبل جيش، مش ناس نايمين يقصفوا يقتل 100 يستشهد 100 200. هذه حرب؟ والله ما هي حرب. إذا بدك حرب يا عمي روح شوف جيش.